في ملف ربما طرقت له الصحافة الوطنية والصحافة الدولية، مسألة عودة الفريق المتقاعد محمد مدين المعروف باسم توفيق. الكثير قال بأنه سيعود في منصب اللواء المتقاعد لسيد بشير طرطاق في منصب مديرية المصالح الأمنية، البعض الآخر قال لا سينشأ منصب مديرية الأمن القومي وسيكون على رأسها الفريق توفيق، والبعض قال لك لا أكثر من ذلك، صحف أجنبية قال لك باللي عاد وراه يزاول منصبه كمستشار برئاسة الجمهورية والقرار سيعلن. وش يقول سيد الأمين؟ أولا كإنسان شغل في دولي بالدولة ما ننكروش الخير تاع المجهود اللي قدمه الأخ الفريق توفيق في خدمة البلاد. الآن هو في التقاعد، احنا في الجزائر كثرت ثقافة القزانات، احنا يوم الجمعة يوم مؤمنين ما نقزنوش،